الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة Transitive and Intransitive Verbs. لو عندك مشكلة في الأفعال ديت ومش عارف إمتى تجيب الفعل المتعدي وإمتى تجيب الفعل اللازم أو إمتى تعرف إن ده فعل متعدي أو فعل لازم، إن شاء الله بعد الفيديو المشكلة ده هتتحل عندك إن شاء الله. كمان لو أنت عندك مشكلة في المفعول المباشر والمفعول غير المباشر اللي بيجي بعد الأفعال المتعدية ومش عارف تفرق بينهم، برضه هحل لك المشكلة دي النهاردة. ولو في بعض الكلمات مش عارف تفرق بينها وبعض الاكسبريشنز في الوحده السادسه، ان شاء الله بعد الفيديو كل المشاكل دي هتنحل. خليك معانا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين. ان شاء الله هنتكلم النهارده في الوحده السادسه يونت 6 انفنتورز. طبعا الناس تركز معانا عشان الاول هنتكلم على ايه، على اهم الكلمات، وبعد كده هننتقل للجرامر ونحل على الاثنين. فاحنا ان شاء الله هنحل النهارده كتير على القاعده ديت وعلى الكلمات بتاع الوحده دي. نبدا الاول مع الكي فوكابلري. اول حاجه انفنتور، انفنتور، فولكانو، فولكانو، روبوت، روبوت، فاكيوم كلينر، فاكيوم كلينر، لون مور، لون مور، فويس، فويس، انترتين، انترتين. نيجي بقى للروبوت، روبوت فاكيوم كلينر، روبوت فاكيوم كلينر، سبيس روبوت، سبيس روبوت، ساينتيفيك روبوت، ساينتيفيك روبوت، روبوت لون مور، روبوت لون مور، بيرسونال روبوت، بيرسونال روبوت، بيرسونال، بيرسونال، ماشين، ماشين، كيرفولي، كيرفولي، دايف، دايف، فيس، فيس، هوت روكس، هوت روكس، جاز، جاز، فلور، فلور، جرس، جرس، فلايت، فلايت، توي، توي، لايف، لايف، اوبجكت، اوبجكت، ريكوجنايز، ريكوجنايز، انكلود، انكلود، سكيلفلي، سكيلفلي، نيرفوس، نيرفوس، ديورينج، ديورينج، ديزاين، ديزاين، ريمايند، ريمايند، soil, soil, planet, planet, types, types, interest, interest, turn, turn, smoke, smoke. الأفعال conjugation of verbs, regular verbs، الأفعال غير المنتظمة تصرفاتها. أول حاجة طبعا عندي هنا cut, 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 feel, felt, felt, forget, forgot, forgotten, leave, left, left, buy, bought, bought. الwords and opposites، كلمات وعكسها، right, wrong، طبعا gh هنا silent في right والw في wrong silent، تكتب ولا تنطق، right, wrong، right, wrong، friendly, unfriendly، ask, answer، direct, indirect، useful, useless. نيجي بقى الجزء الخاص بالreading، robots in lives، يعني الإنسان الآلي في حياتنا. طبعا هنا جايب لي أكتر من صورة على أنواع الإنسان الآلي. أول حاجة بيتكلم على إيه بقى؟ يقول لي scientists have used robots for a long time، يعني العلماء بيستخدمهم الإنسان الآلي من فترة طويلة. Some robots dive under water to study the sea، بعض الأنواع من الإنسان الآلي طبعا بتغوص تحت المياه عشان هي تدرس البحار. Others are sent inside volcanoes، وفي بعض آخر بيتم إرساله البراكين. ليه بقى؟ To study، لكي تدرس places that are dangerous، الأماكن خطيرة. In 2012 a robot went to another planet to study the soil and the gases there. سنة 2012 الإنسان الآلي تم إرساله إلى كوكب آخر. ليه بقى؟ To study، عشان برضه يدرس ليه بقى؟ The soil، التربة، and the gases، والغازات اللي موجودة هناك. Personal robots are designed to help people، طبعا البيرسونال روبوتس الانسان الشخصي تم كده تم تصميمه عشان يساعد الناس في الايه، في بعض المهام. جوبز هنا معناها مهام، at home في المنزل. They include، بتشمل ايه بقى؟ روبوت فاكيوم كلينر اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المكنسة الكهربائية اللي على شكل ايه، انسان آلي، to clean floor عشان تنظف الأرضية، and lawn mower الجز العشب على الإنسان، شرط صورة إنسان آلي، to cut the grasses، the grasses أو the grass، to cut the grass in parks and gardens، عشان طبعا إيه، تقطع إيه أو تقص يعني إيه الأعشاب اللي موجودة في الحدائق والمنتزهات.
Now, طب دلوقتي الآن an engineer في مهندس has designed a robot صمم إنسان آلي that can recognize people يقدر يتعرف على ليه على الأشخاص. When you speak, it will answer. لما تكلمه هيبدأ يرد عليك. It will hear your voice and turn its head in order to look at you. أول ما يسمع صوتك طبعا هيحرك رأسه عشان يوصلك. It will say hello. كمان ممكن يقول لك hello مرحبا to you when you come home لما ترجع المنزل. And it can read a story to children. وكمان ممكن يقرأ إليه القصص للأطفال. It can give a message to the right person in the family. وكمان ممكن يوصل رسالة للإنسان اللي الصحيح في الأسرة. It can even remind you to send your emails. ده كمان ممكن يذكرك بإيه؟ ها برسالة الإيميلات. Some robots are designed to have friendly faces so that the children will think they are toys. في بعض أنواع الإنسان الآلي صممت عشان يبقى لها وجه ودودة. So that children will think they are toys. عشان كده ممكن الأطفال يعتقدوا أنهم إنسان آلي. These robots are very useful in hospitals. الإنسان الآلي ده مفيد جدا في المستشفيات. ليه بقى؟ Where they can entertain children. ممكن يسلي الأطفال. And help them to feel better. ويساعدهم عشان يبقوا بتحب الصحة جيدة أو يتحسنهم يعني. نيجي بقى للجزء الخاص باللانجوج نوتس. الملاحظات اللغوية. وكمان الإكسبريشنز والبريبوزيشنز. أول حاجة voice sound. إزاي فرق بين voice وsound؟ الاتنين معنهم صوت، بس الvoice ده صوت إنسان، صوت بشري يعني، لكن الساوند أي حاجة غير الإنسان بنقول عليها إيه؟ sound. كمان ممكن sound تبقى فعل يعني يبدو. هنتكلم الأول على الأولانية voice. I can't hear your voice please speak up. أنا مش عارف أسمعك أو أسمع صوتك، علي صوتك لو سمحت. طب sound صوت شيء. I heard the sound of breaking glass in front of my home. أنا سمعت صوت زجاج بيتكسر أمام منزلي. طيب sound بمعنى يبدو كفعل بقى. طبعا بيجي وراها إيه؟ صفة. I will travel abroad. فرد عليه قال له إيه؟ That sounds nice. ده يبدو إيه؟ شيء لطيف. بيجي بعد كده بقى الكلمتين. طبعا بعضنا بتلخبط فيهم. Remind and remember. Remember يعني يتذكر من تلقاء نفسه. لكن remind حد تاني بيفكره يعني او بيذكر شخص اخر. المقول هجيب الاثنين في مثال واحد وركزوا فيهم. I remembered انا افتكرت او الواحد اهو من غير ما حد يفكرني. To send the email انا بعت الايميلات. طيب robots can even remind you to send your email. الانسان اللي قاله هنا remind you بيفكرك يعني يذكرك برسالة ايميل. كلمة other الاولانية او others الاولانية معناها ايه؟ الاخرون. دي بتحل محل الفاعل او المفعول. وانذر معناها اخر، دي بيجي وراها مفرد، لكن اذر معناها اخرون بيجي وراها ايه؟ جمع. طيب نشوف اذرز مول ايه؟ سام روبوتس دايف اندر ووتر. في بعض انواع من الانسان الالي بتغوص تحت المياه. اذرز لكن اخرون هيجي ايه في محل فاعل هنا. ار سنت انسايد فولكينوز والاخرون بيتم ارسالهم داخل البراكين. انذر اخر يتبعها اسم مفرد. ا روبوت وينت تو انذر بلانت. في انسان آلي راح لكوكب اخر. ليه بقى؟ تو ستاديز السويل عشان يدرس التربه. طيب اذر لوحدها اخرون. سام ستودنتس ويل بلاي تنس. في بعض الطلاب هيعملوا ايه؟ هيدرسوا او هيلعبوا تنس. اذر اخرون هيت جوار اسم جمع ستودنتس. ويل انتر ا رانينج كومبيتيشن واخرون هيت ايه؟ هيشاركوا في مسابقه الايه؟ الجري. هنا اذر كان جه ورا بلانت مفرده، لكن كلمه اذر هنا جت وراها اسم جمع. طيب get home, arrive home, come home. التلاتة دول لاحظ ان كلمة home لا يأتي مع حرف جر مع هذه الافعال. ما ينفعش اقول get to home ولا arrive at home. لا. I arrived home على طول on time. انا وصلت المنزل في الوقت المحدد. نيجي بقى expressions and prepositions. يعني تعبيرات وحروف جر. هنبدأ اقول بمين؟ belong to. ينتمي الى او يخص. كلمة belong to يقول هنا ايه؟ this jacket is mine. الجاكيت ده ملكي. It belongs to me. هو ينتمي لي أو إيه؟ أو يخصني أنا. تمام؟ In order to. يعني لكي يتبعها مصدر. أو ليه؟ You should get up early in order to come to school on time. يجب عليك تستيقظ مبكرا لكي إيه؟ تصل المدرسة مبكرا. طيب. Give a message to. يعطي رسالة لي. I gave a message to علي about the exam. أنا أعطيت رسالة لعلي عن الامتحان. Read to. يقرأ لي. My dad reads a story to me every day or every Friday. يعني بابا بيقرأ لي قصة كل يوم جمعة.
say hello to. يرحب به. We say hello to the tourists come to Egypt. احنا بنقول مرحبا او بنرحب بمين؟ بالسياح اللي جايين مصر. Feel better. Feel better. يشعر بتحسن. I felt better when I took the medicine. أنا شعرت بتحسن لما خدت الدواء. Feel nervous. يشعر بإيه؟ بعصبية. I feel nervous when I have a test. For a long time أو for long. يعني مدة طويلة. I haven't seen my uncle for a long time. Conversation with. يعني حديث مع أو حوار مع. I had a conversation with my teacher. Friendly faces. يعني وجوه بشوشة. There should be friendly faces in all tourist attractions in Egypt. يعني في وجوه بشوشة المفروض يعني يكون في وجوه بشوشة مع كل وسائل الجذب السياحية في مصر. Keep بيبقى مفعول أو صفة. A vacuum cleaner is used to keep your house clean. يعني المكنسة الكهربية تستخدم عشان تحافظ على المنزل نظيف. نكمل. Buy for. يشتري لي. I want you to buy an umbrella for me. أنا عاوزك تشتري لي شمسية. Move around. يتحرك حول أو يتجول. The mouse is used to move around the screen. زي ما أنا بعمل دلوقتي. الماوس يتحرك حول الشاشة. Wear sun cream. دلوقتي يضع كريم واقي من الشمس. The sun is too hot. You should wear some cream. دلوقتي الشمس حارة جدا. الواحد المفروض يضع كريم واقي من الشمس. مش هو يلبس كريم شمس بقى. Study the sea. يدرس البحر. We should study the sea to know all about marine life. لازم ندرس البحر عشان نعرف معلومات كتير عن الحياة البحرية. Design robot. يصمم إنسان آلي. I wish I could design a robot. يعني أنا أتمنى أن أقدر أصمم إنسان آلي. Move skillfully. هنا ظرف أو حال. ببراعة أو بمهارة. The ostrich moves skillfully. اللي هي الإيه النعامة بتتحرك بمهارة. The right person. شخص المناسب. أحمد is the right person to lead the group. أحمد هو شخص المناسب هو إيه عشان يقود المجموعة. Send into space. يعني يرسل إلى الفضاء. Countries send astronauts into space to study the soil and the gases. البلاد بترسل رواد الفضاء عشان يدرسهم. طبعا بيرسلهم إلى الفضاء عشان يدرسوا التربة والغازات. نيجي بقى نحل أسئلة على كلمات. Number one. A or an not is a large place from which fire and hot rocks sometimes come. المكان ده بيجي منه اللي هما النار وكمان بتيجي صخور ملتهبة أو صخور حارة جدا يبقى ايه؟ فولكينو طبعا. طبعا الزلزال إرثوك مش هينفع. وضربة جفاف مش هتنفع. وفلاد اللي هو الفيضان مش هينفع. We can cut grass in a garden using a knot. ممكن نقطع الأعشاب في الحديقة باستخدام ايه؟ vacuum cleaner ولا كوكر ولا لون مور ولا واشنج ماشين. طبعا تبقى ايه؟ لون مور. تمام. نقط are scientists who help people with new ideas and discoveries. هم علماء بيساعدوا الناس بأفكار واكتشافات جديدة. طبعا clowns مهرجين, inventors robots, gardeners. طبعا ايه بقى inventors اللي هم المخترعون. عنوان الوحدة بتاعتنا. Number four. To not means to do something that interests people. بتعمل ايه عشان تعمل اشياء بتهم ايه؟ تهم الناس. Sail ولا drive ولا entertain ولا recognize. طبعا ايه؟ entertain يسلي. Number five. A not robot is used to clean floors. نوع الانسان اللي بيستخدم لتنظيف الارضيات. Lawn mower, space, vacuum cleaner, volcano. طبعا ايه؟ vacuum cleaner اللي هو المكنسة الكهربائية على شكل إنسان آلي. نكمل. نمبر 6. نقط means related to you or belongs to you. Social, local, global, personal. طبعا حاجة تخصك انت بايه؟ personal حاجة شخصية. نمبر 7. That man has a very loud knot. I can hear him from across the road. الرجل ده عايز يقول صوته عالي جدا. طب صوت الإنسان العالي ده هل أقول voice ولا face ولا graph ولا ability؟ طبعا voice. Not go around the sun. إيه اللي بيدور حول الشمس. Planes, planets, plants, plates. طبعا اللي مش هيركز هيغلط. هي planets اللي هي الكواكب. Scientists have used not for a long time. اللي العلماء استخدموا الإنسان لأنه فترة طويلة. يبقى إيه؟ robots. اللي في النص بتاع reading. نيجي أسئلة لهم جمان بقى. Some robots not underwater. Number 10. Some robots not underwater to study the sea. بعض الأنواع من الإنسان الآلي بتعمل إيه تحت المية؟ بتغوص يبقى ضايف. طبعا مش درايف يا كود. نمبر 11. Personal robots are not to help people with jobs at home. Personal robots are بتعمل ايه؟ تم تصميمها
عشان تساعد الناس فين في بعض المهام في المنزل يبقى designed. Number 12, our tour, not a visit to the Egyptian Museum. الرحلة بتاعتنا بتتضمن ايه؟ ها رحلة للمتحف المصري او بتشمل رحلة للمتحف المصري. Consisted, contained, included, recognized. هتبقى ايه؟ Included. يعني تتضمن او تشمل. Number 13, robots are sent inside volcanoes to study places that are dangerous. نوع الإنسان اللي بيروح للبراكين بيعدوا البراكين عشان يدرس الأماكن الخطرة. ده نوع إيه؟ scientific ولا personal ولا space ولا vacuum. طبعا تبقى إيه؟ scientific اللي هو علمي. The twins are so not. It's difficult to know the difference between them. التوأم دول عاملين إيه زي بعض بالضبط يعني، لكن أو بيقول من الصعب إن إحنا نجد الفرق بينهم. طبعا تبقى إيه؟ similar يعني متشابهين جدا. Number 15, I went to London on the 7 o'clock plane. أنا هسافر لندن في طيارة الساعة 7. That was comfortable. Journey, trip, flight, voyage. طبعا الفرق بينهم journey رحلة برية طويلة، trip رحلة قصيرة، flight رحلة جوية، voyage رحلة إيه؟ بحرية. طبعا تبقى إيه؟ flight طبعا رحلة جوية. Number 16, robots can move not inside volcanoes to study dangerous places. الإنسان الآلي ممكن يتحرك inside volcanoes to study dangerous places. عايز يقول ان هو بيتحرك داخل البراكين عشان في عشان يدرس الاماكن الخطيره. هيتحرك بايه؟ هل skillfully. انا عايز هنا بعد الفعل ده اجيب ايه؟ اجيب حال adverb، يبقى تبقى ايه؟ skillfully. تمام، بمهاره. Number 17, you can wear to protect your skin from the sun. انا ممكن احط ايه عشان احمي جلدي من الشمس؟ طبعا sun cream. لترى ايه؟ Number 18, did you hear the knot of the bomb? بومب اللي ايه؟ القنبلة. هل سمعت صوت القنبلة؟ هتبقى ايه؟ طبعا ساوند، اي حاجة غير الانسان تبقى ساوند. Number 19, you should not to send this letter tomorrow. Remember, remind, play, give. انت من نفسك لازم ان ايه تتذكر، يبقى ايه؟ remember. This car belongs my brother. تنتمي لو تخص يبقى belongs ايه؟ to. حافظينها طبعا، belong to. نيجي بقى للايه؟ للجرامر. Transitive and intransitive verbs، الافعال المتعديه والافعال اللازمه. نيجي الاول Transitive verbs، الافعال المتعديه. هقولها لك بكل بساطه. فعل متعدي يعني بيتعدى نفسه بالبلدي كده وبيوصل لحاجه تانية بعده بنسميها مفعول عشان يكمل معناه. اذا هو لا يكتمل معناه من غير المفعول. يبقى هنا اقول ايه؟ هي الافعال التي يتبعها مفعول مباشر او مفعول ايه؟ غير مباشر. سواء كان مفعول مباشر اللي هو دايركت او غير مباشر indirect object. نيجي الاول ناخد المثال عشان نوضح. طارق asked a question. طارق سأل سؤال. هنا لو بصيت هتلاقي جملة بيكون من ثلاث حاجات. اول حاجة طارق ده اللي هو ايه؟ الفاعل. asked الفعل. a question ده مفعول. تمام؟ وده مفعول مباشر لانه غير عاقل هنا. طيب غالبا بتلاقي المفعول المباشر بقى غير عاقل. طارق asked me a question. طارق سألني سؤال. طارق فاعل، asked فعل، me مفعول غير مباشر اللي هو عاقل، وبعد كده مفعول مباشر. طب ينفع يجي الاثنين مكان بعض؟ ينفع، بس هقول عليها دلوقتي. ركزوا معايا. اذا الجمله دلوقتي فيها ايه؟ فيها فعل اسمه asked. تمام، الفعل asked ده جه وراه مره مفعول ومره مفعولين، وده بنقول عليه فعل ايه؟ متعدي، يعني لا يكتمل معناه من غير المفعول. يعني ينفع اقول طارق اسكت سال ايه؟ واسكت؟ ما ينفعش. طب طارق اسكت مي سالني ايه؟ لازم انا اكمل عشان اعرف هو سالني على ايه؟ اللي هو الايه بقى؟ اللي هو الكويستشن. تمام كده؟ يبقى انا اسكت مي ا كويستشن. طيب نيجي واحده واحده بقى. الترانسيتيف فيربس الافعال المتعديه. تمام كده؟ الافعال المتعديه ديت بيجي وراها بالترتيب. ركزوا، انا بقولها بالترتيب. لازم تركز الترتيب ده. مفعول غير مباشر اللي هو العاقل، ومفعول مباشر غير عاقل. ممكن ما اجيبش المفعول غير مباشر، ممكن ما اجيبوش لو مش محتاجه. تمام، بس ده ترتيبهم. غير مباشر، مباشر، غير مباشر اللي هو عاقل، مباشر غير عاقل. نشوف المثال. علي سند مي ان ايميل. علي ارسل لي ايميل. هتلاحظوا ان علي فاعل وسند فعل ومي مفعول غير مباشر عاقل وان ايميل مفعول غير عاقل. طب ينفع اجيب المفعول المباشر اللي هو غير عاقل قبل المفعول الغير مباشر اللي هو العاقل؟ ينفع، بس قال لك لازم تجيب ايه؟ حرف جر. وهنقولها دلوقتي تحت على طول. علي سنت ان ايميل تو مي. جبت هنا تو مع سنت، لان سنت ده هو تو هنتكلم عليها بعدين.
يبقى هنا جبت ايه المفعول غير المباشر الاول. طيب نشوف مثال تاني فوق اهو، مام ميد مي ا كيك، مام عملت لي كيك. جبت هنا المفعول غير عاقل الاول وغير مباشر، العاقل الاول غير مباشر، وبعد كده المفعول المباشر بعدها، يعني ماما عملت لي كيك. ينفع اكسهم واجيب المفعول غير مباشر قبل المفعول ينفع اجيب المفعول المباشر اللي هو غير عاقل قبل المفعول غير المباشر اللي هو العاقل؟ اه ينفع. يقول لك ايه، مام ميد ا كيك فور مي. مستر انت مره قلت تو ومره قلت فور، تمام، لان في افعال بتاخد تو وافعال بتاخد فور. احنا عندنا هنا سنت بياخد تو وميد بتاخد ايه فور. طول ما انا بجيب المفعول المباشر اللي هو الغير عاقل الاول بجيب حرف جر، لو كان هو في الاخر مش هجيب حرف جر. نيجي بقى للافعال ايه انترانسيتيف، اللي هي الافعال ايه اللازمه. بالبلدي برضو يبقى انا بسيط، افعال لازمه هي افعال لزمت نفسها كده بمعناها، فمش محتاجه مفعول يكمل معناها لابسط صوره، يعني لا يتبعها ولا مفعول مباشر ولا مفعول غير مباشر، وتكون الجمله معناها كامل. اذا يقول لك هنا فاعل وفعل، يقول لك ذا بيبي از سليبنج، بيبي ينام، سليبنج نايم. احمد رانز فاست، احمد يجري بسرعه، برضه المعنى واضح. وي ليفت ايرلي ان ذا مورنينج، احنا غادرنا مبكرا في الصباح. اذا الافعال دي مش محتاجه مفعول، الافعال دي بقى لو افعال بتيجي معاها تو وافعال بيجي معاها ايه فور. طبعا شايفين الترتيب بتاعنا، مع يقول لك اهو الفعل مفعول غير عاقل اللي هو المباشر ومفعول عاقل، بدل جبت حرف جر بجيب اللي غير عاقل الاول، الفعل برضه مفعول غير عاقل وفور. الافعال دي بتيجي مع تو والافعال دي بتيجي مع ايه؟ مع فور. سند اوفر سيل تيل شو باي رايت جيف باست ليفر لين هاند، دي كلها بتيجي مع تو. اللي بيجي مع فور كيب باي بيلد سيف فايند برينك ليف جيت كول ميك بيك، هم عايزين حفظ طبعا. نيجي بقى للجزء الخاص بحل سؤال ري رايت، هو جايب لي جمل محلوله عشان يعرفنا نحل ازاي. هاخد الاول الجمله الاولانيه، بيقول لي احمد جيف امل ابوك، احمد اعطى امل كتاب. هتلاحظوا ان احمد فاعل، جيف الفعل، امل المفعول اللي هو الغير عاقل المباشر، وهنا ابوك المفعول الغير مباشر اللي هو غير عاقل. يبقى هنا احمد اعطى امل كتاب، عايز نجيب حرف جر تو. اذا بدل هجيب حرف جر احدد المفعول المباشر وغير المباشر واعكسه. احمد جيف ابوك، احمد اعطى كتاب تو امل. يبقى احمد اعطى الكتاب ده، الكتاب ده ايه بقى، مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ الكتاب ده غير عاقل فبالتالي مفعول مباشر. طب وامل ديت غير ديت عاقل فبالتالي ايه غير مباشر. يبقى انا جبت هنا المفعول المباشر الاول بدل جبت حرف جر، بقى كده المفعول ايه غير المباشر اللي هو ايه العاقل. طيب مثال تاني، علي brought his mom a present، علي اعطى مامته ايه هديه. علي هنا فاعل، بروت الفعل، وهيز مام العاقل ده مفعول غير مباشر، وبريزنت الهديه ده المفعول المباشر. فهنا عشان استخدم حرف جر تو او فور يا رب المره دي مع كلمه بروت، هحدد المفعول اللي هو ده اللي هو المفعول الايه العاقل اللي هو غير مباشر، والمفعول الغير عاقل المباشر، واعكسهم واحطهم بينهم حرف جر بابسط صوره. يبقى علي بروت ا بريزنت فور هيز مام. طيب مثال تاني، اي بوت ا توي فور سما، هو جاب لي هنا الحرف جر، فاذا تلاقي جاب لي ايه المفعول الغير عاقل اللي هو مباشر الاول، وبعد كده جاب المفعول العاقل وغير مباشر بعد كده، فعايز نشيل الفور، يعني يقول لي بوت سما على طول. يقول لك هنا اي بوت سما اتوي، انا اشتريت لي سما ايه لعبه. نيجي بقى نحل الاسئله بتاعت الايه بتاعت الجرامر. نمبر 1، سمير بوت ا بريزنت نوت، مي ولا فور مي ولا ماين ولا تو مي؟ نفكر ونركز. طبعا هنا جايب لي present مفعول غير عاقل الاول، بدل جاب الغير عاقل الاول او المفعول المباشر الاول، يبقى اكيد هجيب حرف جر. طب يا ترى هجيب تو مي ولا فور مي؟ بوت واخدينها في الجدول بتاخد ايه فور، تمام. نمبر 2، did you buy not that smartphone، هل انت شريت ليها سمارت فون؟ طبعا هنا سمارت فون اللي هو المفعول الغير عاقل المباشر جه في الاخر، فبالتالي مش هجيب حرف جر. اذا فور هير غلط وكلمه تو هير غلط، اذا اختار ايه هير. طب ليه ما اخترتش هيرز؟ عشان ده ضمير ملكيه بتيجي بعد او بتيجي في اخر الايه الكلام. Would you like me to make not a cup of tea، تحب اعمل لك يعني كوبايه شاي؟ طبعا هنا جاب لي ايه تو ميك، وهنا جاب a cup of tea في الاخر، فبالتالي اختار ايه اختار فاعل مفعول بس اللي هو ايه يو. طب ليه ما خدتش تو يو ولا فور يو؟ ليه بقى؟ لان احنا قلنا لو جه المفعول الغير مباشر في الاخر اللي هو المفعول سوري
لا احنا قلنا لو جه المفعول اللي هو الغير عاقل اللي هو المباشر في الاخر ما بجيبش حرف جر، بجيب المفعول بس. فجبت المفعول ايه؟ اللي هو العاقل اللي هو الغير مباشر. احمد سنت ان ايميل. ها سنت ايه عن ايميل؟ وجاب المفعول الغير عاقل في الاخر برضه اهو، يبقى انا هجيب المفعول العاقل في الاول من غير حرف جر، يبقى ايه؟ سنت مي يعني ارسل لي. تمام. نمبر 5 هي جيف ذا مسج، هو اعطاه اخوه الرساله. عايز يقول هنا جاب برضه مسج اللي هي الرساله اللي هي الغير عاقل المفعول المباشر في الاخر. فبالتالي ترتيب الكلام عندي كان ايه؟ كنت بقول فاعل هي وفعل جيف واجيب وراها المفعول العاقل على طول من غير حرف جر، بقى كده المفعول غير عاقل في الاخر، يبقى تبقى ايه؟ his brother. تمام. نمبر 6 they asked not a difficult question، هم سالوها سؤال صعب. طيب هنا جاب لي برضه difficult question اللي هو المفعول ايه؟ برافو الغير عاقل اللي هو المباشر في الاخر، يبقى انا هجيب قبله مفعول ها عاقل. طب هنا هم سالوها هي، يبقى شي فاعل ولا هير مفعول ولا هير ضمير ملكيه ولا تو هير جايب لي مفعول مع حرف جر؟ لا هجيب مفعول بس من غير حرف جر، لان ما جبت المفعول العاقل الاول ما بجيبش حرف جر. نمبر 7 هير از اليس بوك، كان يو نوت، هو اللي بيقول ده كتاب علي، ممكن تعطيه هو الكتاب ده؟ كان يو ايه؟ خلي بالكوا هنا بقى عشان انا عايز ارتب صاحبها. كان يو، يو ديت الايه؟ الفاعل. انا عايز اجيب بعدها فعل واجيب يا ترى هجيب مفعول مباشر الاول اللي هو غير عاقل، وبعد كده حرف جر واجيب مفعول عاقل اللي هو غير مباشر، ولا هعكس؟ طبعا هنا جيف ات هيم مفيش حرف جر، ما انا بدل جبت غير مباشر لازم اجيب حرف جر. بدل جبت المفعول المباشر الاول اللي هو الغير عاقل الاول لازم اجيب حرف جر. جيف ات ان هيم طبعا غلط لان جيف ما جاش معاه ان. جيف ات تو هيم اكيد هي دي طبعا، عشان لان هو فعل وجاب لي مفعول غير عاقل اللي هو المباشر وحرف جر، مفعول عاقل اللي هو غير مباشر في الاخر. تمام. نمبر 8 ذا تيتشر ريوردد ذا بويز، المدرس كافئ ليه الاطفال او الاولاد. هي ريوردد نوت ويل، عايز يقول هنا ضمير مفعول يعود عليهم، هو كافئهم كويس، يبقى ايه؟ يبقى ذم. تمام. نمبر 9 ماي براذر تولد ا نايس ستوري نوت، عايز اقول اخويا اخبرني قصه لطيفه، جاب المفعول الغير عاقل اللي هو المباشر الاول، فبالتالي لازم نحتاج ايه؟ حرف جر. طبعا عندي هنا تو مي وتو ماين، ماين ضمير ملكيه دي في غير الكلام مش هتنفع هنا. ليه؟ اصل ماين هنا ملكيه، انا ما كتبتش على الملكيه. ا نايس ستوري يبقى ايه؟ تو مي، انا عايز ضمير مفعول تو مي. تمام. نمبر 10 سلمى سنت نقطة لتر، سلمى ارسلت لي خطاب، يبقى هنا ارسلت لي جاب سنت اهو، اذا جاب الخطاب اللي هو المفعول الغير عاقل المباشر في الاخر، فبالتالي محتاج مفعول عاقل من غير حرف جر، يبقى هير سيستر. احنا فهمناها بقى، بدل جاب في الاخر مفعول غير عاقل هجيب قبل مفعول عاقل من غير ايه؟ ها من غير حرف جر. هي شوت هيز هاوس مي، هو بين لي المنزل ده، وراني المنزل الايه بتاعه، يبقى هي شود هيز هاوس ايه؟ تو مي، لان جاب لي المفعول العاقل في الاخر فاجيب قبله حرف جر. نيجي بقى للسؤال بتاع ايه؟ ري رايت. نمبر 1 اي جيف ماي ماذر ذا مسج، انا اديت لماما الرساله، واللي يحط حرف جر. اذا محتاج اعمل ايه؟ هحدد المفعول العاقل اللي هو ماي ماذر والمفعول غير عاقل اللي هو ذا مسج، وبعد كده اعكسهم واحط بينهم حرف جر، يبقى الحل ايه؟ ها يلا شطار. اي جيف ذا مسج to my mother. تمام مظبوط. نمبر 2 ذا اونر سولد ذا هاوس تو احمد، المالك باع المنزل لاحمد. بيقول لي قول سولد احمد على طول من غير حرف الجر ده، يبقى انا عكستهم، يبقى ذا اونر سولد احمد ذا هاوس، يبقى انا شلت حرف الجر وعكست الايه؟ المفعول المباشر والغير مباشر. نمبر 3 ماي فادر بوت مي ا سمارت فون، بابا اشترى لي سمارت فون. طيب هنا بقول استخدم فور مي، اذا عايز هنا مي اللي هو المفعول العاقل غير مباشر وسمارت فون المفعول الغير عاقل المباشر، اعكسهم واحط حرف جر، يبقى هنا ايه؟ ماي فادر بوت ا سمارت فون فور مي. تمام. نمبر 4 اي سنت ذا مانجر ذا فاينل ريبورت، انا ارسلت للمدير التقرير النهائي، قال لي ابدا بذا فاينل ريبورت. واحد يقول لي احط حرف جر، لا استنى بقى، ده هنا مبني للمجهول. ليه؟ هو عايز نبدا بالمفعول في الاول، يبقى مبني مجهول على طول. هنا بيقول هنا انا ارسلت للمدير التقرير النهائي، انا فاعل وفعل سنت يرسل، ومانجر المدير مفعول عاقل غير مباشر، المفعول المباشر بقى ذا فاينل ريبورت اللي وقع عليه الفعل اللي هو تم ارساله، هبدا بيه. تمام. هكتب ذا فاينل ريبورت في الاول. افتكروا بقى المطلب، بس زي ما قلنا قبل كده في المبني المجهول، قال لي اول حاجه انا جبت المفعول في الاول فكتبته ذا فاينل ريبورت، واي هجيبها في الاخر مسبوقه بكلمه باي بس احولها لمي، يبقى باي مي.
طب ومال سند؟ قال لي ده ماضي بسيط، يبقى بيتكون في المبني المجهول من واز اوير وتصريف تال. يبقى هنا ذا فاينل ريبورت واز سنت تو ذا مانجر باي مي. تمام. نمبر 5، اي لايك ذا بريزنت يو بوت يور مادر. انا عجباني الهديه اللي اشتريتها لمامتك. بيقول احط فور هنا، مش هعمل حاجه خالص غير ان احط فور في المكان المناسب. احطها فين؟ اي لايك ذا بريزنت يو بوت فور يور مادر. تمام. طيب نمبر 6، ذا كلاس بروت مسز منى سان فلاورز. بقول لك استخدم هنا كلمه فور مع مسز منى على طول، يبقى ذا كلاس بروت مين؟ احضر ايه؟ بروت سان فلاورز فور مسز منى. عكستهم الاثنين زي ما قلت قبل كده. الموضوع بقى سهل جدا يا جماعه. اشرف لينت ايمن هيزبن، بقول له حط حرف جر. سهله جدا. هعمل ايه؟ هشوف الفاعل المفعول اللي هو العاقل اللي هو الغير مباشر، والمفعول الغير عاقل اللي هو هيزبن اللي هو المباشر، واعكسهم وحطته. يبقى اشرف لينت ايه؟ هيزبن تو ايمن. تمام. علاء او علاء هنا بقى سيفز هيز سانز ا لوت اوف ماني، علاء ادخر لابنائه الكثير من المال. فبيقول لي هنا استخدم كلمه ايه؟ فور. يبقى علاء سيفز ايه؟ ا لوت اوف ماني فور هيز سان. برافو عليكم. وكده وصلنا لاخر حلقه النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا وننزل فيديوهات كتيره، وكمان تعلق اسفل الفيديو سواء عايز تستفسر عن حاجه او تقول رايك في الفيديو. كمان ما تنساش تشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.